يتزايد عدد سكان المنطقة العربية بسبب التأثير المشترك للانخفاض السريع في معدلات الوفيات والانخفاض في معدلات الخصوبة بأقل سرعة، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان بالمنطقة إلى 660 مليون نسمة بحلول عام 2050. يؤدي هذا التغيير إلى تحول تدريجي في الهيكل العمري للسكان نحو نسبة أكبر من كبار السن مقابل نسبة أصغر من الأطفال والشباب. وتشير التوقعات إلى أن عدد كبار السن سيصل إلى 50 مليون بحلول عام 2030 و 102 مليون بحلول عام 2050. تواجه المنطقة العربية تحديات هائلة تتعلق بتوافر البيانات السكانية وموثوقيتها وإمكانية الوصول إليها. تعد البيانات وأنظمتها في كل من الأوضاع الإنمائية والإنسانية ضرورية لصياغة سياسات واستراتيجيات وبرامج قائمة على الأدلة، وأيضاً قياس ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على تعزيز السياسات السكانية وأنظمة البيانات بما في ذلك سجل الأحوال المدنية والأحصائيات الحيوية ودعم تنفيذ المسوحات كالتعداد العام للسكان والمساكن والدراسات الديمغرافية والصحية، وذلك من خلال الشراكات مع الشركاء الإقليميين والمؤسسات البحثية المختصة. البلد الذي لديه فائض من الشباب لديه فرصة لتحقيق العائد الديموغرافي، وهي الحالة التي يستطيع بها البلد أن يزيد من مستوى الرفاه الاقتصادي نتيجة الاستثمار بالشباب من خلال السياسات الاجتماعية.